واش العشران واش لا فامي، معكم رايدر تيونين في نوفيل فيديو. اليوم ان شاء الله غادي نجربوا هاد لا لين اي سي بروجيكت ديال الموتور ديالي ثاني فيس بلاك مارك 2019. غادي نجربوها في هاد دوكر سي 50 لين بريباريا 110. بريباراسيون ديالها اشنو درنا لها؟ فيها كيلاس ديال الثانيه سدينا لي بلاصه التيربو حيت كتبع واحد الغلاقه ديالو، بلس حتى سيلندر ديال الثانيه 110 بيستون قصير. واش نعاود ثاني؟ وبدلنا السيديه، درنا ديال لا مارك ستوندار يعني محلوله ماشي بحال ديال اللي كتكون فيه كيكون فيها الفران، بلس بلاطو ديال 36 وبينيو ديال 15. غادي نجربوا فيها لالين بالفو ديال اس اي بروجيكت، وغادي نشوفوا الصوت ديالها كيفاش كيتسمع، ونشوفوا حتى الديزاين ديالها واش غيجي معاه ولا ما غيجيش. واحد القضيه الاخوان، هاد الموتور هذا كنت غادي نود الدري ديك الساعه المحمديه اللويزيه، راه الناس ديال المحمديه عارفينها هما وكازا، كاين واحد السوق تما كنا باغيين ناخذ واحد السروال ديال المطر ساعه ما لقيناهمش، وفي ديك الاثناء في ديك الفلوطوروت واخا انتيردي نمشيو في لوطوروت الدراري، ولكن مشينا ما عندنا ما نديرو حيت الطريق بعيده شويه. كنت غادي بواحد السرعه يعني ماشي ساهله، راكم عارفين لوطور الضروري خصك دور شويه باش توصل دغيا، وغادي تشوفوا كيفاش دازت من حدايا. راه كان ديك الساعه مركب هاد الطاكيات ديال البرد، يعني هاد الجناح هذا كان مركبو، دونك كون ما كانش مركبو تخيلوا السرعه اللي غتكون غادي بها شحال. هاد الموتور هذا حنا الدراري في الدرب كنقولوا ليه الطبيب ديال القلب، ولكن الدري ناضي كيصوب داك الشيء على خاطرو ولا حطو طريقو، كياخذ شويه الوقت ولكن كونوا على يقين داك الشيء كيصرعو ناضي. راه الثانيه الاولى هو اللي بريباري عليه. تحياتي ليك طبيب ديال القلب، لا ريقش الناس لا شيء. هذا هو الموتور ديالي، شوفوا دابا كيفاش غادي يولي.
three grams.